مرحبا. حولت السلطات المحلية بمدينة برشلونة الإسبانية أعمدة إضاءة الشوارع لأعمدة مبتكرة تعمل على توليد الكهرباء من ألواح شمسية وطواحين للرياح صديقة للبيئة، بإمكانها تولد الكهرباء ليلا لمدة 10 ساعات متتالية، ومنفصلة عن شبكة الكهرباء الوطنية وبتوفر 20% من الإضاءة التقليدية. وقرروا المسؤولين تعميم هالنظام على كل شوارع المدن الإسبانية لتحقيق اكتفاء ذاتي من الطاقة خلال 40 سنة الجاي. إن شاء الله يصير عنا بلبنان. وبالعودة لطقسنا، طقس ربيعي حار عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة عالية، رطوبة منخفضة، البحر معتدل الموج وحرارة 125 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية خصوصا فوق الجبال وانخفاض بنسبة الرطوبة. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل، عم بتسجل 21 وبلبقى 15 على المرتفعات 19 و13 بالأرز. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية، وبنبدأ من شيخ طابة 29، أبي سمرة 31، وبننتقل من بعدها للجمهور 32 درجة، لبعة 30، نقورة 32، الطيبة 31، مختارة 29، عين عرب 30، ريي 34 درجة، عرسال 33، ومراح العين 32 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 30 و65%، حرارة سطح الماء 25 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كم/ساعة، والرياح شرقية. أما كيف رح يكون الطقس لليوم واليومين اللي جايين، خلينا نشوفهم سوا. اليوم تتراوح بين 22 و32، وأيضا بكرة 22 و32 درجة، ونهار الجمعة بتتراوح بين 21 و31 درجة. وهلا نبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا صنعاء 22، الرياض 42، دمشق 35، خرطوم 41، وأخيرا بتنتهي جولتنا بمدريد 28 درجة. وهيدا كان طقسنا لليوم. أما هلا بترككم تابعوا آخر أخبارنا.